مشاهدينا الكرام، متابعينا الأوفياء أينما كنتم، طبيعة الحال الملف ديال غيتا أو الملقبة بالقيدة غيتا اليوتيوبرز اللي أثارت الجدل في الملف ديالها مع عدة أطراف ديال اليوتيوبرز، غادي نكشفوا في هاد الحوار أو في هاد التصريح اللي غادي تسمعوا معنا الآن على المباشر مع الأخت ديالها. لأول مرة أسرار تكشف، ولأول مرة غادي يعاود لنا شنو وقع في الكواليس وكيفاش حتى خرجات غيتا من الحبس. اذا غادي نستمعوا الاخت ديال غيتا. اختي غيتا، مرحبا بك معنا في قناه مغارب نيوز. عليكم، شكرا للاخت احلام من قناه مغاربه نيوز. حنا الاخوات الملقبه بالقيده غيتا بغينا نعطيو بعض التوضيحات على بعض الفيديوهات اللي تنشرت البارح مباشره بعد الجلسه، ونوضحوا ما وقع في الكواليس. الوغ بعد الجلسه اللي تميزت بمرافعه جد رائعه الاستاذ المقتدى المحترم السيد سناوي اللي تنشكروه على المجهودات ديالو والمسانده الدائمه لنا باش نتجاوزوا هذه المحنه. شكرا لك استاذ سناوي والعائلة كاملة تشكرك. من بعد هذه الجلسة تفاجأنا بتصريحات من الطرف الآخر أنه كاين تنازل اللي احنا ما عمرنا ما طلبنا. احنا عمرنا ما طلبنا تنازل، يعني التنازل كان دائما تسمعوه من طرف الآخر. ألوغ تلقينا اتصال من بعد الساعة يعني 4:30، يعني من بعد الجلسة، من بعد ما خرجنا احنا من المحكمة، من طرف سيد مراد ألوانكم اللي تنشكروا على المجهودات ديالو باش يعني يكون صلح ومن أجل الحصول على تنازل. شكرا سي مراد. وتيقول لنا بأن التنازل راه كاين، وبالمقابل خص يكون تنازل ديال شكاية الوالدين اللي كنا دلينا بها في وسط المرافعة. الوالدين ديالنا الطرف الآخر مهم على راشي كيرا كانت تعرضت في وسط المحكمة. راح علينا سي مراد أنه يكون لقاء مع الأم ديالو. الوغ فعلا انتقلنا قبل المحكمة الابتدائية ديال سبع والتقينا بالأم ديالو اللي حنا صراحة ما عندنا معاه حتى خلاف، وقالت عندي تنازل، ولكن التنازل حنا ما شفناهش وما عطاتولناش. اقترحنا من بعد ان هاد التنازل اللي حنا كاشخاص عادي ما عندنا ما نديرو حنا بالتنازل، لان كانت الجلسه البارح ديال الاربعاء، كان عندنا الاربعاء كانت هي جلسه نهائيه وكان فيها النطق بالحكم في اخر الجلسه، يعني في الليل بعد المداولات. هنايا قلنا لها بان تعطيها التنازل المحامي، مازال بعد الساعات ان يمكن تداركها وان المحامي وضعها في الملف وصافي يمكن تخرج البنت يعني بالتنازل. هنايا في الحكم كان البارح، احنا سمعنا يعني بالفيديوهات يقول لا تاجلات الجلسه الى يوم الاربعاء. الجلسه ما تاجلاتش، الجلسه النهائيه كانت البارح وكان نطق بالحكم، ما كاينش تاجيل. الوغ من بعد 3 ساعات تقريبا مشينا المحكمة ورفقة المحامي ديالنا باش انه نعرفوا يعني الحكم، نعرفوا الحكم اللي صدر. لقينا بان في الملف ما توضع حتى تنازل، اذا ما كانش تنازل في الملف. حتى شي حد يقولك بانه راه في الملف ديالها كان تنازل. لقينا مازال ما بداوش المداولات الى حتى واحد وقت متاخر بالليل جانا صدر الحكم، وعرفنا بأن الأخت ديالنا اللي هي القيدة غيتا صدر الحكم في حقها شهر نافذ، هو الشهر اللي قضاته وزائد غرامة مالية. إذا الحكم كان صادر بدون تنازل، واليوم الأخت ديالنا راها معانا في وسط العائلة ديالنا، وتنشكروا الجميع اللي كانوا تدعيوا معها بإطلاق فرح. نبغينا فقط نوضحوا بأن الحكم كان بدون تنازل، واللي عنده شي حاجه اخرى من غير هذا القول يدلي بالحكم، راه كاين لا عند المحامي ديالنا ولا عند المحامي ديالهم الحكم انه راه كاين بتنازل او بدون تنازل. حسن نقولوها ما كانش تنازل، كان الحكم بدون تنازل، والاخت ديالنا راها معانا بسلام بامان فصل العائله، وتنحمد الله وتنشكره على انها اخيرا انها بين الاحضان ديال الوالدين ديالها. شكرا.